بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب، مستمرين مع دوره برمجه شيل سكريبتنج. اليوم بتكلم عن المتغيرات، لكن هذا النوع المختلف عن المتغيرات تكلمت عنها قبل، وهي المتغيرات الافتراضيه. وش معنى متغير افتراضي؟ المتغير الافتراضي هو اللي اذا كان قيمه المتغير فارغه ممكن انك تعطيه قيمه ثانيه، مما يعني انه لو كانت مثلا عندك قيمه متغير قيمته مثلا 10، تمام، وتتحقق هل هو فاضي ولا لا. اذا كان فاضي العشرة هذه كانت مين موجودة يعني، فانت ممكن تعطي قيمة ثانية، تعطي 5. لكن في حال ان العشرة هذه موجودة فانت عرض 10، تمام، بدون اوامر شرطية. الموضوع بسيط جدا، خلونا نشوف شلون. طبعا احنا بالبداية تعلمنا انه علشان نكتب اي ملف شل لازم نبدأ بالشي بانك او بالبانك. خلونا نكبر الخط بس عشان تصيروا معي. اوكي، نبدأ بالشكل هذا. بن باش حفظنا هذه. بالنسبه اللي حنسويه اللي هو المتغيرات الافتراضيه. اوكي، احنا عندنا متغير نفترض متغير اسمه سيتي، وهي مدينه يعني. السيتي هذه اسمه مكه. حلو، بيجي احد بيقول لي ترى تكتب بالشكل ذا، ما عندي مشكله، انا بكتب مكه. اوكي، فاحنا نبي نعرض قيمه سيتي. شلون نعرض قيمه سيتي؟ نكتب اكو، نكتب سيتي فقط، اكو سيتي بالشكل هذا، ونسوي حفظ للملف الشل ونسوي اقلاع له وتشغيل، تمام. طبعا لازم تكون متابع الدرس الماضي او اللي قبله اللي هو خاص بقلاعة الشل. اوكي، طلعت مكة. لكن لو كانت سيتي هذه بالاساس موجودة وانت ما تدري هل هي موجودة او غير موجودة، هنا في فكرة جديدة. الفكرة تقول انه ممكن ان نستخدم بالشكل هذا، سيتي يساوي مثلا اذا كانت مو موجودة مكة ممكن اكتب جدة، امر خاص جدة، تمام. فاحنا بالشكل هذا نحفظ الان ونشغل. لاحظ ان ظهرت مكة، ليش؟ لان مكة اساسا موجودة. لكن لو كانت المتغير هذا سيتي من البداية غير موجود، راح يظهر مكانه جدة، زي ما شايف ظهر جدة. طيب ايش الفائدة؟ وبعدين انا اقول لكم فعليا حاليا ما له فائدة. ليش؟ انك انت كمبرمج ممكن من داخل تكتب سيتي 1 سيتي 2. الفائدة اعلمك متى، بيجيك وقت ان شاء الله متقدم بتوصل متقدم انك تطلب من المستخدم بيانات معينة، فلما المستخدم ما يدخل بيانات معينة انت تعطيه قيمة افتراضية، فتقول اذا المستخدم ما قال يس انا اعطي القيمة الافتراضية اللي هي يس، اذا المستخدم كتب مثلا اف انا احدد انه فيدورا، اذا كتب يو احدد انه ابونتو، وهكذا. في طريقة ثانية وهي اللي هي الانست، اوكي؟ هذه الخاصة بفصل القيمة عن المتغير. شلون فصل القيمة عن المتغير؟ انا اوريكم شلون. الان عندنا اللي هي سيتي جدة، اوكي؟ ممكن نجي هنا نكتب اكو برضو. الحين سيتي موجوده فوق اللي هي هذه جده، ما زال جده. لو كتبنا الان سيتي يساوي مثلا بريده اللي انا عايش بها، طبعا بريده، تمام، وسوينا حفظ وطباعه، لاحظ انه جده ما زالت موجوده جده. ليش؟ لانه جده الان مضافه. لكن لو الان جينا وشلنا السيتي من هنا وخلنا مكه، جميع الحاجات الفضل تاعها تظهر مكه. اتمنى ان وصلت الفكره انه الفائده من هذه هي تحديد المتغير. اوكي، لو جينا الان وقلنا انست هنا، الفائده من انست هو فصل حاجه عن حاجه. ست معناته ضبط، انست معناته اعاده الضبط. فلو قلنا انست سيتي، عارف ايش راح يصير؟ راح ينطبع هنا مكه وراح اطلع هنا بريده. اوكي، طبعا انا ما سويت حفظ، ما زالت مكة معنا لأنه حاط العلامة هذه زي ما انتم شايفين. ليش انطبعت مكة وانطبعت بريدة؟ انا اقول لكم ليش. لأنه بالبداية احنا قلنا هذه قيمة افتراضية، لأن هذه قيمة افتراضية فهو يبحث عن سيتي، اذا كانت فاضية يحط جدة، بما انه سيتي اساسا عندنا مكة فخلاص. فهنا هنا هذه صارت مكة وهذه مكة، هنا وصلنا لمنطقة انست. الانست هي فاصل المتغير، فانا ابي افصل السيتي واعطيها متغير جديد اللي هو بريده زي ما انتم شايفين هنا. ممكن ايضا نسوي اكو جديد ونقول سيتي يساوي مثلا شو بقى والله نسيت المدن كلها اللي عندنا، مثلا الدمام. اوكي، حفظ، نسوي طباعه. الحين طلع مكه بريده بريده، لكن لو جينا الان وسوينا انست سيتي هنا راح يظهر ترتيب مكه بريده دمام. واضحه جدا زي ما قلت لكم، الفائده منها فعليا تستفيد منها لما تبدا تسال المستخدم عن بعض المدخلات. تعلمنا اليوم طريقه المتغيرات الافتراضيه، ونشوفكم ان شاء الله بالدرس القادم.